جينا بقى للرسم في الثري، ايه في الثري دايمنشن. كل احنا رسمناه كان تو دايمنشن اكس واي، طلعت هنرسم في الاكس واي زد. فلو عندي مثلا برضك التي بتساوي من زيرو لباي على 100 لاتنين باي، واي بتساوي كام؟ ساين اوف تي، ماشي، واي واحد، واي واحد بتساوي كوزاين اوف تي، كوزاين اوف تي، واي تلاتة سميها واي تلاتة، سميها واي اتنين، واي اتنين بتساوي تي. قلنا له بلوت بس 3 بقى، ده امر الرسم في 3 دايمنشن. واي واحد او واي، واي واحد، واي اتنين، احنا حاطين واي اتنين، واي اتنين، نشوف الرسمة في 3 دايمنشن طلعت عاملة ازاي. ممكن اعمل بقى جريد اون هنا ولا لا، او جريد اوف اهوت بروبرتيز، واقدر احط للاكس وللواي وللزد واوكي، تطلع الرسمة زي ما احنا شايفين. ممكن برضك نشيلهم عادي خالص. ده احنا كده استخدمنا ايه الرسم في 3 دايمنشن. ممكن كمان احط تايتل و اكس وواي وزد، اكس ليبل واي ليبل عادي خالص. هنشوف امر جديد من اوامر الرسم في 3 دايمنشن، هو امر مش بس بيتكتب ازاي البرنامج المستخدم مش دوت. بحط تي بالمنظر دوت او الفترة بتاعتي اهيت كوس تي، وبعدين بيساوي مش جريد من صفر لغاية باي على 100 لغاية كام؟ اتنين في الباي وبعدين الواي بتساوي ساين اوف تي، ساين اوف تي، والواي واحد بتساوي كوزين اوف تي. بعد كده اكتب له امر ايه المش، فخلي مثلا يرسم لي الواي والواي واحد، واي واي واحد، واي اتنين، و لا واي واي واحد وتي. شوف كده الرسمة، هو بياخد وقت في التحميل شوية. يعني شوف الرسمة طلعت معايا. ميزته هنا بقى ان هو بيعمل لي الوان، هي دي الميزة اللي موجودة في المش عن البلوت 3. طب نشوف هنا، انا غيرت شوية، بدل ما اخليه يرسم التي اخليه يرسم الواي اتنين. اهو لاحظ الرسمة اللي رسمها لي اهيت، وتميز شوية بان هو ضاف لون للرسمة عن امر بلوت 3. ماشي، يعني ممكن تقعد ترسم او تجرب كذا ايه كذا دالة مع بعضيهم وتشوف الرسمة عاملة ازاي.